طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع عدن الغد، محاولة اغتيال أحد جرحى الحرب في لحج. ومن أخبار اليوم، رئيس الوزراء: النصر السياسي والعسكري في تعز سيغير المشهد الإقليمي. صحيفة أمريكية تقول إن إدارة دونالد ترامب تدرس تعزيز الدفاعات السعودية لمواجهة إيران. ومن الأخبار المنوعة اليوم، 1.5 مليون دولار مكافأة لمن يقتل نجمة هندية. أهلا بكم. بكت طفلة يمنية وهي تتحدث أمام مهرجان جماهيري بمناسبة يوم الطفل العالمي عن مآسي التشرد وما خلفه عليها بعد أن أجبرتها الميليشيا الانقلابية على النزوح مع أسرتها إلى محافظة مأرب. وطبقا لما جاء في سبتمبر نت، فإن الطفلة التي لم تتجاوز 10 من عمرها حكت والدموع تملأ عينيها كيف كانت تعيش حياتها الطبيعية قبل النزوح، وكيف تحولت بعد انقلاب الحوثيين وصالح إلى طفلة نازحة تعاني مأساة التشرد. تقول الطفلة إنها كانت تعيش مع أسرتها في منزلها وبين أهلها مع ألعابها وكل أشيائها الجميلة وبين زملائها الذين يعيشون حولها، وكانت الضحكات تملأ المكان حتى جاء الانقلاب الذي تسبب في جعلها طفلة نازحة. وتضيف متسائلة: هل تعرفون ماذا تعني طفلة نازحة؟ وتجيب: تعني أن بصرها لم يعد ينطلق إلى مكان نومها وألعابها الجميلة، ولم تعد ترى زميلاتها، ولا يصل إلى أسماعها شيء مما اعتادت عليه، وابتعدت عن مدرستها ومنزلها المليء بالسعادة إلى مآسي التشرد والنزوح. جريح في لحج حارب في صفوف المقاومة وبذل روحه من أجل الخلاص من ميليشيا الحوثي، وحين عاد لحياته يقول موقع عدن الغد: جريح حرب ينجو من محاولة اغتيال في لحج. وقال الموقع أن الجريح نجا من محاولة اغتيال من قبل جماعة مسلحة أو مسلحين مجهولين أطلقوا عليه وابلا من الرصاص الحي. وقال شهود عيان لعدن الغد إن الجريح سميح الحجر أحد جرح الحرب نجا من محاولة اغتيال بجانب بيته في حارة النخارة عندما أطلق عليه مسلح مجهول يستقل دراجة نارية وابلة من الرصاص، ولكنه لم يصب. اللبناني كرم الحلو كتب مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان: العرب والحداثة، إشكاليات تاريخية أو إشكال تاريخي متماد. وقال في أجزاء من المقال: بعد زهاء قرنين على بدء النهضة العربية، لا يمكن القول إن العرب اليوم إزاء دولة حديثة حتى في الحد الأدنى من معايير الحداثة. فثمة إشكال تاريخي متماد يطاول البنية العربية في كل مظاهرها السياسية والتنموية والاجتماعية والثقافية والفكرية. الإنسان العربي استطاع أن ينتج بنفسه مقومات وجوده المادي، وله استطاع أن يشارك في ثورة الحداثة العلمية والتقنية، وله تمكن من أن يبني دولته الوطنية الصلبة غير المهددة من داخلها بتكويناتها القبلية أو الطائفية أو الإثنية. أما الوجه الأبرز لهذا الإشكال فيتجلى في رأينا في ثالوث مقيت يمتد من التخلف التنموي إلى تردي حال المرأة العربية مروراً بالإخفاق العلمي العربي. فمقابل النهضة الاقتصادية والإنتاجية المعرفية في العالم المتقدم، لا يزال العالم العربي يواجه عثاراً تنموياً على رغم الإنجازات النسبية. هناك أيضاً إخفاق للعرب في الانخراط في الثورة العلمية المعاصرة وإبداعاتها المعرفية والتقنية، حيث أشار تقرير المعرفة العربي للعام 2014 إلى تردي البحث العلمي وضآلة الابتكار في العالم العربي على رغم الازدياد المتسارع في عدد الجامعات العربية الذي ارتفع من 233 جامعة في 2003 إلى 286 جامعة في 2006 إلى 500 جامعة في 2012. لكن على رغم كل هذا التوسع الكمي، لم تدرج جامعة عربية في لائحة 500 الأبرز في العالم، ولم تترك دورية علمية أو جمعية علمية عربية واحدة أي أثر في الأدبيات العالمية،
كما أن هناك عالماً واحداً فقط من بين أفضل 100 عالم من حيث عدد الاقتباسات ينتمي إلى المنطقة العربية. في عناوين موقع المصدر أونلاين البارزة فيما جاء عن حضرموت: وصول 3 بواخر تحمل 42 ألف طن من الديزل إلى المكلة وسط أزمة تعيشها البلاد. وأقل الموقع أن باخرتين تحملان 29 ألف طن من مادة الديزل رست بميناء المكلة بمحافظة حضرموت، فيما بدأت عملية الضخ من ناقلة ثالثة على متنها 12 ألف طن من الديزل. ويضيف الموقع: يأتي بوصول هذه الناقلات المحملة بمادة الديزل في ظل أزمة خانقة في المشتقات النفطية تعيشها المحافظات اليمنية. وطبقا للمعلومات، فإن المشتقات النفطية يوردها حاليا إلى ميناء المكلة، تجار يبيعون الثلث مما تحمله بواخرهم لشركة النفط الحكومية، فيما يتحكمون بالثلثين الآخرين وفق مسؤول حكومي. نطالع في صحيفة الأيام وفي أحد عناوينها: بسط ونهب أراضي مؤسسة الملح بعدن والعمال يحتجون. وقالت الصحيفة: ينفذ العشرات من عمال المؤسسة الاقتصادية بمديرية المنصورة وقفات احتجاجية أمام بوابة قطاع الملح للتنديد بأعمال البسط العشوائي التي طالت أراضي وعقارات المؤسسة. ويقول المحتجون أن مساحات تابعة للمؤسسة الاقتصادية تم البسط عليها بطرق غير قانونية وبدون مسوغ شرعي، مطالبين الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق هذه المؤسسة العريقة لاسترجاع أملاكها. وقال مدير المؤسسة سامي السعيدي في تصريح للصحفيين: بعض أعمال البسط السابقة التي تمت على أملاك المؤسسة مضرة بيئيا ولا تتناسب حتى أن تكون بالقرب من أحواض الملح، فما بالك بالتي تمت فوق أحواض الملح. في 13 من نوفمبر تشرين الثاني 2017 نشر موقع المصدر أونلاين تفاصيل حصرية وبالصور عن سجن جديد وكبير أنشأته دولة الإمارات في مدينة عدن وفي غضون أشهر، وتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 2000 سجين ولا يخضع فعليا للحكومة الشرعية. هكذا بدأ محمد مصطفى العمراني مقاله المشهور في موقع عدن بوست، مضيفا في أجزاء من المقال: السجن كبير جدا ويقع في أحد أطراف المعسكر التدريبي الواقع قريبا من معسكر قوات التحالف. الذي تابع الأخبار الواردة من مدينة عدن مؤخرا يدرك لماذا حرصت الإمارات على تجهيز وبناء هذا السجن بشكل سريع. فبعد حملة إعلامية وحقوقية وتقارير وكالات صحفية دولية وما نشرته منظمات حقوقية كشفت عن سجون سرية تديرها الإمارات وحلفاؤها في عدن وحضرموت، ويقبع فيها المئات من أبناء الجنوب، الكثير منهم اعتقلوا بشبهة أو لمجرد شكوك من قبل قيادة قوات الحزام الأمني بعدن ممثلة بالوزير المقال هاني بن بريك. وفي هذه السجون والمعتقلات تمارس أشكال تعذيب بشعة. سارعت الإمارات لبناء هذا السجن الجديد لتحسين صورتها من خلال هذا السجن، وليكون مؤهلاً لاستقبال وفود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمراقبين الحقوقيين ووسائل الإعلام كنوع من الرد العملي على الحملة الإعلامية التي انطلقت مؤخراً وكشفت عن معاناة المئات من المعتقلين في سجن بير أحمد وإضرابهم عن الطعام، والذين ما يزالون يواصلون إضرابهم إلى الآن، وتم نقل بعضهم إلى أماكن أخرى منها هذا السجن الجديد بعد هدم سجن بير أحمد السابق والسيء الصيت لمحو آثار جرائم التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تمت فيه. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: المفلحي ينفي عدوله عن الاستقالة، ومصادر تقول الرئيس لم يبت فيها بعد، ورئيس الوزراء يقول النصر السياسي والعسكري في تعز سيغير المشهد الإقليمي والدولي. وعنوان من المكلة: ممثلون من 9 محافظات محررة يطالبون بصلاحيات كاملة لإدارة محافظاتهم. ومن عدن: شركة النفط تطمئن السكان بحل أزمة المشتقات رغم انعدام البنزين. ميدانيا: مقتل قيادي حوثي شرق صنعاء وأسر 28 انقلابيا. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة ويل ستريت جورنال الأمريكية إن إدارة دونالد ترامب تدرس تعزيز الدفاعات السعودية لمواجهة خطر الأسلحة الإيرانية التي تصل إلى وكلائها بعد صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في نوفمبر الجاري إلى الرياض. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تقوم باستكشاف خطط جديدة للمساعدة في ردع التهديدات الإيرانية، ويؤكد جدول الأعمال أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها من أي هجمات صاروخية أخرى. وفي الشهر الماضي سمحت إدارة ترامب للمملكة العربية السعودية بشراء نظام دفاع صاروخي بمليارات الدولارات، وتسمح الموافقة للرياض بشراء منصات إطلاق صواريخ ورادارات تكنولوجية مساعدة بقيمة 15 مليار دولار إلى مواجهة التهديدات الإيرانية. وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمه يمن مونيتور، يقول مسؤولون أمريكيون إن تسريع هذه الصفقة جاء نتيجة إطلاق الصاروخ على الرياض من اليمن، والذي ألقت فيه السعودية المسؤولية على إيران. كما تدرس الولايات المتحدة طرقا جديدة لعرقلة تدفق الصواريخ الإيرانية الصنع التي يتم نشرها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد استولت البحرية الأمريكية في وقت سابق على ما تقول إنها أسلحة إيرانية الصنع متجهة إلى حلفاء الحوثيين الإيرانيين في اليمن الذين يتورطون في معركة طويلة مع السعودية. بعد الكوليرا، الديفيترا يقتل 14 يمنيا كما تقول صحيفة العرب الجديد. وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء أعلنت عن وفاة 14 شخصا نتيجة تفشي وباء الديفيترا، والذي يترافق مع تفشي واسع لوباء الكوليرا. وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة عبد الحكيم الكحلاني للعرب الجديد أن وباء الديفيتيريا يتفشى في اليمن، وتم تسجيل 120 حالة تشخيص سريرية، بينها 45 حالة مؤكدة، لكن يمكن الوقاية من الوباء باستخدام اللقاح، وستبدأ حملة التلقيح في 27 من نوفمبر الجاري. والديفيتيريا مرض بكتيري معدن تؤدي الإصابة به إلى التهاب اللوزتين أو البلعوم أو الحنجرة أو الأنف، وقد تسبب الإصابة الوفاة نتيجة انسداد مجرى التنفس. نظرا لأهمية المقال الذي كتبه الصحفي الحاصل على جائزة بولي تيزر وصاحب أكثر الكتاب مبيعا من كتاب نيويورك تايمز كريس هيدجز عن ثمن المقاومة وعن غايتها في البحث عن الكمال المنشود وعدم حصرها في صد الطغيان، ننشر الجزء الثاني من المقال الذي أعيد نشره مترجما في صحيفة الغد. من الناحية الأساسية ليست المقاومة سياسية، إنها ثقافية، إنها عن إيجاد المعنى والتعبير في المتسامي وفي تناقضات الحياة. والموسيقى والشعر والمسرح والفن تديم المقاومة عبر منح التعبير لنبل الثورة ضد القوى الجامحة، أي ما دعاه اليونانيون القدامى الفورتونا، والتي لا يمكن أن يتم التغلب عليها في نهاية المطاف. ويحتفي الفن بحرية وكرامة أولئك الذين يتحدون الشر الماكر. وليس النصر حتميا، أو على الأقل ليس الانتصار كما يعرفه القوي، لكننا مع كل عمل ثوري نكون أحرارا. يقف الثائر مع الذين لا حول لهم، وسوف يكون دائما هناك أناس لا حول لهم، وسوف يكون هناك دائما ظلم وجور. تتطلب المقاومة يقظة داخلية، واللحظة التي لا يعود فيها القوي خائفا، اللحظة التي ينطفئ فيها وهج الشعب وتتخلى فيها الحركات عن يقظتها، وفي اللحظة التي تكون فيها النخب الحاكمة قادرة على استخدام الدعاية والرقابة لإخفاء أهدافها، ستكون هي اللحظة التي تتراجع فيها المكاسب التي حققها المقاومون. وقد تم تجريدنا على نحو ثابت من كل شيء. كان ينظم الرجال والنساء العاملين الذين نهضوا للتحدي، وإنما جرى تطهيرهم وشيطنتهم وقتلهم على يد النخب الرأسمالية، وما تحقق في الصفقة الجديدة. كما تم نقد الانتصارات التي حققها الأفارقة الأمريكيون الذين دفعوا دماءهم وأجسادهم لجعل المجتمع الكبير ممكناً ولإنهاء التفرقة العنصرية. ليست المقاومة محصورة في محاربة قوى الظلام، إنها تتصل بأن يصبح الإنسان كلاً متكاملاً، وهي تتصل بالتغلب على الاغتراب، وتتعلق بالقدرة على الحب، وهي عن احترام المقدس وعن الكرامة وعن التضحية والشجاعة، وأن تكون حراً
المقاومة ذروة الوجود البشري. صحيفة القدس العربي قالت إن ورقة غار ذهبية صنعت لتاج نابليون لدى تتويجه العام 1804 بيعت بسعر 625 ألف يورو خلال مزاد نظمته دار أوزانا قرب باريس، وقد تجاوز هذا المبلغ بكثير السعر المقدر أساسا، وكان بحدود 100 إلى 150 ألف يورو على ما أوضحت دار المزادات، مشددة على أن هذا المزاد أثار اهتماما كبيرا في صفوف جميع التحف والأجانب والفرنسيين. وأضافت أن الورقة التي تتمتع بتفاصيل دقيقة حفظت في عائلة الصائغ حتى أيامنا هذه، ونابليون رأى أن التاج الذي يظهر مزينا بجبين الإمبراطور في لوحة ديفيد الشهيرة لحظة تتويج نابليون ثقيل جدا، فقرر الصائغ مارتن غيوم يومها سحب 6 أوراق كبيرة ووزعها على بناته وبيعت إحدى هذه الأوراق في المزاد. التاج كان مؤلفا من 4 أوراق كبيرة واثنى عشر ورقة صغيرة، وقد أذيب خلال مرحلة استعادة النظام الملكي عام 1815 إلى 1830 مع الشعارات الأخرى التي ابتكرت خصيصا لنابليون من صولجان وغيره. في إعلان صادم كما تقول شبكة سكاي نيوز عربية، عرض عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم 1.5 مليون دولار مكافأة لكل من يقتل الممثلة الرئيسية ومخرج فيلم باد مافاتي الذي سيعرض في صالات السينما قريبا، لأنه يحكي عن علاقة بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم. وأعلن سوراج بال أومو زعيم حزب بهراتايا جاناتا في ولاية هاريانا شمال الهند عن مكافأة لقتل الممثلة ديبيكا باداكون والمخرج سانجاي وفق ما نقلت الأسوشيتد بريس، ودفع تهديد منتجي الفيلم لتأجيل عرضه الذي كان مقررا طرحه في دور السينما في الأول من ديسمبر. ويستند فيلم باد مافاتي إلى قصيدة ملحمية من القرن 16، وهي قصة خيالية لملكة راج بوت التي اختارت قتل نفسها بدلا من أن تتعرض لأسر سلطان دلهي. أما في صحيفة البيان فتقول أنه بعد زواج استمر 61 عاما قرر مسنان بريطانيان أخيرا استبدال الأجهزة الكهربائية التي اشترياها مع زفافهما، لكن السبب لم يكن أن الأجهزة توقفت عن العمل. سيدني ساوندرز صاحب 43 عاما وزوجته راشيل قررا عرض أجهزتهما الكهربائية في متحف ليؤكدان للجيل الجديد كم كانت الصناعة في خمسينيات القرن الماضي أفضل بكثير مما هي عليه الآن. والأجهزة التي سيعرضها الزوجان في متحفهما هي فرن وسخان وغسالة كهربائية ومجفف ملابس اشترياها عام زواجهما عام 1956 حسب ما قالت صحيفة مترو البريطانية. وقال سيدني المحاسب المتقاعد: الأشياء كانت تصنع بجودة أعلى في تلك الأيام، كانت أكثر متانة وقوة، لكن بالتأكيد الأشياء الحديثة أكثر تطورا. وأضاف: أعتقد أن كل شيء كان ينال اهتماما أكبر بكثير في الماضي. نطالع صحيفة الديلي تيليغراف بأجمل الصور التي أطلقتها عدسات مصوريها حول العالم، ومنها أخذنا بعضا من الصور لجولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم في أمان الله.